بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تكلم المصنف بعد ذلك عن قضية الشرط في الإجارة، فقال: والشرط في إجارة في الذمم تسليمها في مجلس كالسلم. يعني ممكن أقول لك أنا هأجر لك العربية بعد كده في الذمة، فلازم أدفع أجرها الآن. ما ينفعش تبقى إيجارة في الذمة والمنفعة هتستلمها أنت كمان أسبوع، والفلوس كمان هتستلمها كمان أسبوع. أنا هستلم المنفعة كمان أسبوع وأنت الفلوس كمان أسبوع. لا، تدفع الفلوس على الترابيزة عشان الراجل بيتربط من كلمته. ويضمن الأخير بالعدوان. إيه طبيعة عقد الإيجار؟ طبيعته أنه اليد فيه يد أمانة. اليد في عقد الإيجار يد أمانة، يعني لو احترقت الشقة يبقى اللي يصلحها صاحب الملك. طب افرض أنا حرقت الشقة، ده يبقى عدوان بقى، تنقلب الحكاية. يبقى إذن أصل اليد هي يد أمانة، دي أمانة عندك إلا إذا قصرت أو إذا اعتديت. ويده فيها يد ائتمان، اليد بتاع المستأجر على الشقة يد ضمان ولا يد أمانة؟ أمان. طب وعلى العارية؟ يد ضمان، سلفتك كتاب والكتاب غصب عنك ضاع، تدفع ثمنه، تجيب لي نسخة زيه. ليه؟ لأن يدك عليه يد ضمان. إنما الحمام خسر في الشقة المؤجرة، مين اللي يدفع ثمن الخسران ده؟ المالك. ده أيام كانت الإيجار يجيب همه، ما هو الشرع فتح إنك تأجر زي ما أنت عايز وفي نفس الوقت يبقى ده عليك. فكان على طول المالك عنده عمارة، يبقى عنده برضو السباك والنجار وكذا إلى آخره، يبعته لك بسرعة علشان ما تتفاقمش المصايب بتاعة العمارة. لكن دلوقتي يقول لك طب لما أنا واخد منك 6 جنيه والراجل عايز 600، أجيب لك منين؟ فادفع أنت يا حلو بقى. آدي الحكاية. والأرض إن أجرها بمطعم أو غيره صحت ولو في الذمم. هي أنا عندي فدان وبقول لك خد وهو إيجار، قلت لي طيب أنا هأجره بإردبين قمح هدهم لك في آخر الشهر، أقول لك طب ومات؟ ينفع، ما يجراش حال. أنا ملياش دعوة بالزرع بتاعك، يمكن أنت زرع قطن، يمكن زرع قمح والقمح التاكل، أنا ماليش تدخل. لا شرط جزء علم من ريعه لزارع ولا بقدر ولا بقدر شبهه. يعني ما ينفعش ان انا اجيبك واقول لك اجر الارض دي والنص من اللي هيطلع. نص ايه؟ ما احنا مش عارفين، ممكن يطلع كتير، ممكن يطلع قليل، ممكن الآفة تأكل الزرع وممكن لا تأكل الزرع، ولذلك يبقى في غرر. لا، ففي فرق بين ان انا اقول لك على اردبين قمح وانت ازرع برسيم بقى، ازرع ذرة، ازرع قطن، ازرع قمح، ماليش دعوة، في ذمتك الاردبين ثابتين هم. وفي فرق بين اقول لك النص بالنص وبعدين يطلع النص ده كيلة أو 10 أردب، ما هو تفرق. ولذلك ممنوع إن احنا نزارع عند الشافعي، عند الشافعي ممنوع المزارعة دي، لكن أبو حنيفة بيجيزها اللي هو احنا ماشيين عليه دلوقتي. طيب هتقعدوا تتكلموا كده؟